السلام الله عليكم، تحياتي للجميع. معكم الدكتور محمود السوس، أخصائي سابق في العلاج الطبيعي والعلاجات الطبيعية ودكتوراه في علاج آلام الظهر. بحب فقط أجاوب وأعلق على موضوع معجزي في علاج آلام الظهر، والحركة الأخيرة المنتشرة، الضغط تحت الأباط في هاي المنطقة لعدة ثواني، هي معجزة في انتهائنا من آلام الظهر. أول شيء، هل هذه الحركة معجزة في إنه إذا واحد عنده هشاشة عظام، يعني قلة كالسيوم، يعني قلة ثبات في نفس الفقرات، يعني في عنا تهتك للأربطة وبصير في عنا إزاحة وبصير في عنا ضغط الفقرتين على بعض وفي عنا انزلاقات، هل هذه الحركة هتعملنا على علاج نهائي من هذه الهشاشة القوية؟ مستحيل طبعا. إذا كان في عندي انزلاق غضروفي، يعني في عندي انبعاج وخروج للمادة الهلامية وضغطها على العصب الوركي وآلام ممتدة لأسفل القدمين مع تنمير مع خضران، هل هذه الحركة هتعمل على علاج هذا الانبعاج اللي هو ميكانيكي وخارج لبرا، فعلاجه فقط إنه نزيحه يا على الجنب يا على اليمين يا على اليسار، أو ندخله بين الفقرتين اللي روح الضغط عن العصب، هذا هو العلاج، مش إني أضغط على منطقة تحت الأباط. هاي الشغلة الثانية، إذا كان عندي آلام مزمنة في العصب الوركي، يعني ضعف في العصب، يعني العصب صار في عنده تهتك، الطبقة الخارجية اللي له طبقة الميلين صار فيها عدم نفاذية، يعني صارت كل الأعصاب والتوصيلات العصبية تخرج، ما في شيء حافظ حوالين العصب، ومن هنا قوة العصب بتضعف، يعني ل 40% 50% إذا ما كانت المادة هذه موجودة، فالعصب صار في عندنا ضعف وموت لإله تقريب جزئي. فهل هذه الحركة إني أضغط على منطقة تحت الأباط حتنهيني بشكل معجزي من هذه التغيرات اللي موجودة بالعصب؟ أكيد لا. في حالات كثيرة علاجاتها مختلفة. إحنا آلام الظهر مصطلح عام لأي وجع بيجي من الظهر، سواء من الرقبة أو بين الأكتاف أو لحد ما نوصل لمنطقة العصعوص. طب يجوز عندي مشاكل داخلية تانية زي مثلا أي التهاب في الكلى، أي حصوات في الكلى بتعطي أعراض في منطقة الظهر من فوق الحوض تقريبا على اليمين وعلى اليسار، أعراض قوية من الآلام، آلام بتيجي وبتروح حسب شو بناكل وشو بنشرب، ما بتيجي وبتروح حسب شو بنتحرك وشو بنعمل حركات، فعدة أسباب ممكن تؤدي لآلام الظهر، وعدة علاجات بتعالج أي مشكلة من هذه الأسباب، مش علاج واحد كافي إنه يخفف آلام الظهر بس. هذه الحركة هتخفف الآلام بشكل كبير. الناس اللي بيعانوا من التهابات في الفاشية أو في الغشاء العضلي العصبي، عشان نوضح الصورة أفضل، يعني لو جبت محرمة كلينكس وبللتها في المية ووضعتها على طبقة الجلد، هذه الشبكة كمغطي للكتل العضلية المختلفة، والكتل العضلية المختلفة وخصوصا في منطقة الظهر جاي بشكل تقاطعي، يعني الفاشة هذه بتيجي بشكل تقاطعي، الكتف اليمين متصل مع الحوض، مفصل الحوض اليسار، والكتف اليسار متصل اتصال مباشر مع الحوض في المنطقة اليسار. في هاي الحالة أي اختلال في منطقة الحوض، مثلا إذا واحد صار في عنده سقوط في الحوض لتحت وارتفاع في الحوض في المنطقة الثانية، بقابله ارتفاع في الكتف للأعلى، الكتف المعاكس، وأي نزول من الجهة الثانية نفس الشيء، بضطر أرفع الكتف للأعلى. المهم منطقة تجمع الفاشة هذه كلها من أسفل الظهر
المسؤولة طبعا عن الآلام، الآلام المنتشرة، لأنه الفاشة هو جهاز عصبي منفصل عن الأعصاب الفرعية اللي بتخرج من النخاع الشوكي، اللي هي دائما بنحكي إذا في أعراض عصبية معناته في انتشار للآلام. من الضغط بيكون موجود أسفل الظهر، بس الألم في منطقة البطة تحت الركبة، مفصل الركبة، هذا بيحصل مع الأعصاب إذا كان في ضغط على العصب الوركي. بس إذا كان في التهاب وتمزق في الأغشية الفاشية في الكتل العضلية المختلفة، هذا نفس الشيء بعطي امتداد وانتشار لهذه العقد أو العصبية اللي موجودة في داخل الفاشية. يعني الفاشية كأنها مجال كهربائي بغطي العضلة اللي من خلاله الجهاز العصبي يقدر يستقبل أحاسيس التغيرات اللي بتصير في داخل العضلات. في هاي الحالة بتعطي شعور للألم لمنطقة للدماغ، وهيك بنشعر في ألم. نفس الشيء الفاشة موجودة القلب، بضخ نبضات 70 مرة في الدقيقة، بتوسع وبتقلص، بتمدد وبتقلص، تمدده محصور ومسيطر عليه من هذه الفاشة. فإذا صار في عنا دقات قلب أعلى، الضغط ارتفع بشكل أعلى، في هاي الحالة بصير في عنا زي شد أكثر من اللازم للفاشة، وهذا هو اللي بعطي آلام وخضران. إذا في عنا ممكن متوقعين جلطة قلبية أو تسكير في الشرايين التاجية أو أي مشكلة في القلب، بتعطي الأعراض هذه اللي هي الآلام والمنتشرة على منطقة الإيد، ممكن على منطقة الرقبة للأعلى. هاي الآلام من وين جاي؟ من أي جهاز عصبي؟ من الفاشية. فهذا هو الاتصال الوحيد إذا كان في ألم بسبب الفاشة، اللي ممكن تحصل عند ناس كتير وبتكون منتشرة في الظهر، منتشرة في الحوض، ممكن تكون على جهة، ممكن تكون على جهتين، ممكن تكون نازلة للأسفل للكتل العضلية الثانية، بس هي مش ألم ناتجة عن ضغط على العصب الوركي أو التهاب في العصب الوركي أو عرق النسا. هي ألم ناتجة عن التهابات صارت في هذه الفاشة وتمزقات. في هاي الحالة إذا عملت هاي الحركة، بس عملت المساج، وإحنا دائما كلكم يعملوا تحت الأباط، هاي منطقة حساسة، هاي زي ما أنتم شايفين تجمع والتقاء للفاشة هذه تحت الآلام اللي بتعطينا آلام في أسفل الظهر، وتجمع للغدد اللمفاوية، كل الأغلب الجهاز اللمفاوي موجود في هاي المنطقة تحت الأباط. وفي هاي الحالة إذا عملنا هذا المساج بنريح الفاشة، بنخفف الآلام على مبدأ الضغوطات اللي ممكن نوضعها على مناطق التندر بوينت في العضلات، نفس المبدأ. بس أنا هيك هون بتعامل مع الغشاء هذا المحيط في العضلات، ما بتعامل مع الأعصاب. التندر بوينت هذه موجودة وين ما يكون، خصوصا في العضلات اللي بتتحمل تشنجات وبتتحمل ضغط كبير زي عضلات الأكتاف. بدكم تعرفوا وين التندر بوينت، اعملوا عملية ضغوطات شوي واسحبوا من تحت لفوق، فبتلاحظوا انه منطقة المناصفة هذه هي المنطقة المؤلمة. في هالحالة بضغط عليها شوي وبحرك أصابعي لأزيد الألم وبرفع إيدي، بس أرفع إيدي بحس إنه العضلات خف الألم وخفت التشنجات عن هذه النقطة. وزي هاي النقطة كل كتلة عضلية لها نقاط معينة عادة بتيجي في منتصف العضل، فبتكون هذه العقد اللي هي بتكون مؤلمة كتير مع مين؟ مع الناس اللي عندهم مرض الفايبروماليجيا أو التصلب أو التليف العضلي العصبي ومرض عصبي مناعي. فمرضى الفايبروماليجيا حيشعروا في هذه التندونز موجودة والتايجر بوينت والمناطق المؤلمة في العضلات في مناطق مختلفة من الجسم، والشعور هذا حيكون مبالغ فيه من الجهاز العصبي
حسب طبيعة المرض انه بضخم الذبذبات العصبية بشكل كبير. يعني اذا درجة الالام بالعادة بنحسها 5 من 10، يعني متوسطة، لا مريض الفايبروماليجيا بيحسها 10 من 10، لانه هيك الجهاز العصبي بيستقبل هاي الالام. فهذه المنطقة اعملوا فيها الحركات هذه، هتساعد في تخفيف الآلام سواء كنت فايبروماليجيا أو كانت آلام منتشرة وما في يعني مشاكل تانية، هتساعد بشكل كبير. نفس الشيء لما حكينا لكم حطوا كمادات الخروع الليلية، اللاصق مع زيت الخروع على منطقة تحت الأباط، واتركوها لفترة الصبح، وفترة الصبح شلوها. هذه هي العلاج الرئيسي والأول أول خطوة لأي واحد عنده مشاكل انتفاخات وسوائل في الإيدين ومتجمعة، أي واحد عنده الجهاز اللمفاوي مش قاعد بيشتغل بالطريقة الصحيحة والعقد اللمفاوية ملتهبة، هذه بتريحه. وكمان نفس الشيء إذا بتريح العقد اللمفاوية وبتريح الجهاز اللمفاوي، إذا حتريح وجع الظهر وحتخفف آلام الفاشة. يعني الكمادات الخروع كويسة لآلام الفاشة أو آلام العقد العضلية اللي بتكون أعمق وفي وموجودة في الأغشية العضلية اللي بتعمل عملية انقباض وانبساط، فبصير فيها زي عقد اللي هي عملها بيكون زي الأصابع هيك، يعني بتضلها بتنقبض، يعني بتكسر العضلة وبتنبسط وبتخرج لبرا، فالعضلة بصير فيها حالة تمدد. إذا إصبع من الأصابع هذا صار في عندي عقدة فيه، في هاي الحالة هذا بمنع حركة العضلة ككل، وكل ما نشد شوي بنحس إنه الألم زاد من العقدة هذه. هلا كيف حل من الأساليب اللي حتحلها؟ اللي هي هاي لاصقات الخروع، كمادات الخروع بزيت الخروع، لأنه زيت مضاد للوجع، مضاد للالتهاب، وبيخترق لمنطقة عميقة أكيد حتوصل لهذه العقد. بلشنا في هاي الحركة، نزلنا على كل مشاكل العبد الفقري وعلاجاتها، وخلصنا في العقد العصبي العضلية اللي هي تايجر بوينت لكل عضلات الجسم، وانتهينا في انه اوكي بنسوي هاي الحركة وبنعيد تكرارها، حتخفف الالام وتخفف الوجع اكيد، ونعمل كمادات الخروع على نفس المنطقة او اي مناطق مؤلمة عضلية او بسبب التهاب في الفاشة هذا او في الغشاء العضلي العصبي. فهذا هاي الوصفة الخروع، طبعا وصفة ليلية بتنعمل لأسبوع، كل يوم بعملها مرة، بعد الأسبوع بشيلها وببطل استخدمها وبشوف شو صار في تغيرات. إذا لاحظت إنه الألم خف أقل شيء 50% عن السابق، في هالحالة بنصحكم تردوا تحطوها كمان أسبوع، يعني أسبوعين بتنتهوا من الألم هذه بطريقة واحدة. هذا ممكن وهذه مش معجزات، يعني شغلات بسيطة ممكن نطبقها وبتجيب لنا نتيجة فعالة وسريعة على السريع. الشغلة الوحيدة اللي ممكن نقول عنها معجزات في العلاج اللي هي منطقية ومستوعبة، اللي هي لما يكون في عنا انبعاج للغضروف أو انزلاق للغضاريف، يعني موضوع الديسكات أو انبعاج للعضلات بسبب وضعية خاطئة من الفقرات اللي هي فتحة الظهر بسموها. هذه الثلاث حالات ممكن تعديلها وانتهاء منها بشغلات بسيطة، والنتيجة بتكون سريعة جدا ان تختفي الآلام نهائي. اول حالة الانزلاقات الغضروفية او الانبعاجات الغضروفية او الديسكات اللي بتكون من بعيد للخلف وضغط على العصب الوركي، والحركة اللي ممكن نحكي عنها اللي هي الاساسية في عملية ارجاع الانبعاج او الانزلاق لداخل الفقرات وتحرير العصب، اللي هي حركة الانحناء للخلف، حركة المكنسي، حركة الكوبرا، وإن نعملها ونكررها كل ساعة كل ساعة كل ساعة. بدي أضلني داير بالي على ظهري مستقيم
وظلني أرجح حالي وأنا واقف للخلف كل ساعة 10 مرات 15 مرة، وأنا نايم نفس المبدأ، أحط إيدي وظلني أطلع لفوق. هذا هو العلاج النهائي. ولما أي واحد يجي منزل هالظروفي ووقف وصير يتبع هاي الحركات، بيكون الآلام مثلا عنده حادة جدا وموجودة في الظهر ونازلة على إجره، ممكن على الجهة الشمال تحت الركبة، وتشنجات وتنميل وألم لا يحتمل. فهو بصير يحاول أول شيء ينام على بطنه بدون عملية عمل أي تمارين أو أي حركات. بعد ما عدة محاولات بتصير النوم على البطن مريحة. بعدين بس بحط إيدي على الأرض وبصير شوي شوي أرفع راسي لفوق بالتدريج شوي شوي. بحسها في الأول تبقى الأمور يعني قاسي ومش عارف أرفع من الألم، بس كل ما أظلني أحاول كل ما صارت حركتي أكثر لورا والألم صار يخف، صار يخف وصار يطلع من الرجل ويخف من الرجل ويرجع للظهر. مع تكرار هذه الحركات ممكن نص ساعة 45 دقيقة أول جلسة بحكي اللي نرجع الغضروف، ممكن هاي العملية تأخذ معنا أقصى حد ساعة، وخلال هالساعة هذه مع عملية التكرار والحركات، وإذا هاي الحركة مستقيم مثلا والنايم على بطني وارفع مستقيم مش 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 ظابطة معي في إزاحة الغضروف المنبعج، في هاي الحالة بصير ألجأ أزيح خسرتي على اليمين، أزيح خسرتي على الشمال. بعدين ممكن أحاول أنام على ظهري شوية، أرفع إجري على طاولة أو إشي زي هيك وأنا نايم على ظهري، وأحط إجري وأنا نايم على ظهري وأحرك الحوض شوي شوي على اليمين على اليسار. بعمل هاي الحركات 5 دقائق، بعدين برد أنام على بطني مثلا وبصير أعمل الحركة هذه الأساسية لحد ما أقدر أتقنها وأرفع حالي لفوق. بس الحوض لازم يكون ثابت على الأرض، يعني ما بقدر أعمل حركة هاي وأنا رافع الحوض مع الظهر. وأنا واقف نفس المبدأ، بس أفتح إجري شوية، أبعد إجري عن بعض، أخلي الاتجاه القدم شوي منحرف 45 درجة، أحط إيدي على الخصرتي اللي عمل عملية تثبيت للظهر، أرفع راسي لفوق وأصير شوي شوي أضغط في إيدي وبنفس الوقت أرجع حالي لورا. بعمل أول شيء 5 مرات لشغلة بسيطة، لحركة بسيطة، بعدين بصير أحاول أرجع للخلف بدون ما أعمل انحناء الرجلين بالطريقة هاي، خلي جاي مستقيمات بس أحاول لورا شوي. اللي أشعر في الشد في العضلات الباطنية هذه الأمامية في هالحالة بظلني أكرر لأن هاي هي الحركة الأمان اللي حتثبت لي الغضروف لفترة الأسبوع أسبوعين، وأنا أعيد التكرارات كل ساعة لهاي الحركة لحد ما أشعر إنه الغضروف رجع التأم وضب على بعضه وصار في عنا ثبات في حركة الديسك. هذا بده عملية وقاية وندير بالنا، وهيك بنكون خلصنا من انزلاق غضروفي بشكل بسيط، وبس حصلنا على تغير في الأعراض بشكل سريع جدا، يعني بنص ساعة بشوف انه الألم كان تحت طلع على ظهري، كان في رجلي، حدته خفت من 10 صارت 4 صارت 5، يعني كل شيء بالنازل. الحركة تاعتي في البداية ما كنتش عارف أنام على بطني، بس هلأ بعد نص ساعة صرت أعرف أرفع ظهري للخلف بطريقة مناسبة. هاي التغير كمان، يعني كل هاي التغيرات بتحصل خلال نص ساعة من بداية عمل الحركة هذه. فهاي الشغلات ممكن تغييرها بسرعة، بس واحد عنده آلام مزمنة في الظهر اللي هو العرق النسا اللي هو حكينا عنه، بيكون في ضعف بالعصب، وكل التوصيلات في سواء الأعصاب الحسية اللي بتعطينا التنميل والخضران والألم وشعور التنخيس، أو الأعصاب الحركية اللي هي بتعطي أوامر من الدماغ
للعضلات انها يصير في عندها قوة وانقباض وتنقبض. يعني بيكون عندنا ضعف وبيكون في عندنا تغير في الأعصاب الحسية. ولعلاج هذه الحالة بدنا نعيد تأهيل العصب وتقوية العصب من أول وجديد. ففي هذه الحالة بدنا نستخدم أكثر من 10 وسائل علاجية في المرحلة اللي بدنا نعالج فيها المريض ونعالج حالنا، مش جلسة واحدة أو خطة واحدة أو تمرين واحد زي الانزلاق الغضروفي. تمرين واحد بس، ما في حركات أو تمارين تانية للعلاج. هاي حركة علاجية، حرام نكون عنها تمرين، بس حركة علاجية. التمارين بتقوي عضلات البطن، بعمل تمرين. بدي أشد عضلات الظهر وأعمل ستريتشنج، بعمل تمارين. بس بدي أرجع الديسك لوضعه الطبيعي وأخفف آلام الانزلاق الغضروفية، هاي بحكي لها حركة علاجية مش تمارين. فالتمارين ممنوعة في الآلام الحادة، بس الحركات العلاجية مسموحة. كل حالة حسب في إلها حركات علاجية مختلفة مش تمارين. التمارين للناس اللي طلعوا من المرحلة الحرجة وصاروا في المرحلة الثانية، هون يعملوا اللي بدهم إياه، يروحوا على الجيم يعملوا التمارين اللي بدهم إياها اللي بيشوفوها، بس مش في المرحلة الحرجة. في المرحلة الحرجة بدكم تكونوا دقيقين جدا في الحركات اللي بتسووها، لأنه ممكن واحد يعمل حركة خاطئة وتمرين خاطئ ويكون عنده هشاشة عظام. شو بعرفنا إحنا، ممكن يصير في انفصال للأربطة للعضلات من العظام بسبب حركة سيئة، ممكن يصير في عنا كسر بسبب حركة سيئة. ما تستهينوا في انقباض العضلات أو شدها. العضلات ملتصقة في العظام، يعني إذا كانت فيها هشاشة في العظام ففي هاي الحالة بتنفصل الرأس العضلي أو بدايتها بتنفصل عن العظمة، وهاي المنطقة في العظام، المنطقة الخارجية، الجهاز في العظم داخليا فيش فيه أعصاب. يعني إذا صار في التهابات هشاشة عظام ما بتعطي أعراض آلام. الآلام اللي بنشعر فيها بسبب العظام بتكون فقط من الطبقة الخارجية، اللي هي بالمناسبة نوع من الفاشة هذا أو الأغشية العضلية العصبية اللي محيطة في العضلات اللي حكينا عنها في البداية. بس هذه الفاشة محيطة في العظام ومؤلمة جدا، والكسور لأنه بصير في انفصال في الفاشة هي أكثر الآلام ممكن نشعر فيها. الكسور أو المنطقة الحساسة هاي الأمامية لعظمة الساق من الأمام، هذه منطقة ممكن يصير فيها آلام كتير عن طريق إذا صار في ضربة على المنطقة أو وقعة على هذه عظمة الفيبيولا، أو ممكن يصير في عنا التهاب في الفاشة اللي هو مشكلة كبيرة، يعني مشكلة إمرجنسي. إذا صار التهاب بالفاشة هون في منطقة الساق، في هاي الحالة لازم يكون في عمل جراحي، وهذا العمل الجراحي بيستأصل كل منطقة الفاشة في المنطقة الأمامية من القدم. وهون لأنه الوضع خطير، إذا تركنا الالتهاب بصير في عنا موت لخلايا الرجلين وآلام وممكن تسبب البتر. ففي هاي الحالة الحل السريع عملية جراحية لإشالة كل هذه الفاشة الملتهبة. الفاشة البلانتر فاشايتس، من اسمها بلانتر يعني في باطن القدم، فاشايتس التهاب في الفاشة هذه. عشان هيك هي الآلام الباطن القدم اللي هي دائما بنوضع مسمار العظم اللي هو جزء رئيسي في الموضوع، او بنتهم مسمار العظم او النتوءات العظميه اللي في كعب القدم انه هو اللي سبب عنا الالام هذه. بس الحقيقه انه كثير من الناس عندهم نتوءات عظميه في رجليهم، بس نسبه 20-30% منهم فقط بيشعروا في الالام هذه اللي هي الالام باطن القدمين. يعني النتوءات العظمية ما هي موجودة، أي واحد فوق 40 حيكون في عنده نتوءات عظمية بأماكن مختلفة.
لأنه الموضوع أكبر من أنه مسمار عظم والتهاب في هذه الأغشية اللي هي متركزة في القدمين، والقدمين فيها 3000 مجس حسي ومجس عصبي موجودات في القادم القدمين، باطن القدمين. وباطن القدمين علم كامل اللي هو الرفلكسولوجي مبني على فقط ضغوطات على باطن القدمين، منطقة الإصبع الكبير بتخفف وجع الرأس، بتخفف الدوار، منطقة القدم من الجانب الداخلي هاي منطقة العمود الفقري، منطقة آلام الظهر. إذا بدي في وسط القدم مثلا هذه منطقة الكبد، إذا واحد عنده تشحمات أو مشاكل في الكبد. المنطقة الخلفية هذه منطقة آلام الظهر، إذا بدي أعملها مساج الضغوطات. نفس مبدأ الفاشة، يعني حكينا كمان في البداية إنه هاي الأعصاب متصلة مع كل الجسم ومع الجهاز العصبي المركزي، متصلة من خلال هذه الشبكة اللي حافظة جسمنا في قماش ضاغط اللي هو يسيطر على كل العضلات. وهذه كلها اتصالات. يعني واحد بيكون عنده وجع في إجريه بس بصير في عنده اضطرابات في النوم، بصير في عنده قلق، بصير في عنده آلام وتشنجات في عضلات السمانة، آلام في الظهر بسبب مشكلة في القدم، بسبب التهاب في هذه الأغشية. يعني كله متواصل من الأعلى للأسفل، والضغطة هذه مدام كل شيء متواصل. إذا كان عندنا التهاب في الفاشة أو تشنجات، ممكن تكون تشنجات هرمونية، نبقى معصبين، نبقى مرتفع عندنا هرمون الكورتيزول، أكيد حيصير في عندي تشنجات وانقباض في العضلات، وكل التروية الدموية للعضلات في حال كان الكورتيزول مرتفع. يعني العضلة مش حيوصلها أكسجين ويكثر فيها ثاني أكسيد الكربون، وهذا بحد ذاته حيعطي آلام كمان، مع انقباضات في كل عضلات الجسم وخصوصا العضلات الرئيسية اللي عليها ضغط كتير، زي عضلات الرقبة، هذه بنسميها الستريس مثلا، لأنه كل الضغط النفسي بيجي على منطقة الجمجمة من الخلف ومنطقة هاي العضلات. الضغط النفسي الناتج عن تجمع تشنجات العضلات كلها في جسمي، لما يرتفع الكورتيزول كل العضلات بتتشنج، فكل التشنجات هذه بتبعث وبتركز الإشارات العصبية في الألم والوجع لهاي المنطقة، لمنطقة الرقبة. هذا كل الجسم. بس إذا كان للظهر سواء من الأسفل للأعلى للرقبة، التجمع موجود في تحت الأباط لهذه الكتل العضلية. شكرا لكم، تحياتي، سلامات.